السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي. أيوة يا شيخة، بالنسبة عندي أسئلة. طيب. والسؤال بالنسبة لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما القصد بهذه الآية؟ لأن فيها خلاف في من قال ما تخرج المرأة إلا تخرج لكن غير متبرجة. الآية يا أختي أمرت بالقرار في البيوت ونهت عن التبرج، فإذا أرادت المرأة أن تخرج فحرام عليها أن تتبرج، لأن التبرج الذي هو إظهار الفتنة، إظهار الزينة لفتنة الرجال، هذا حرام منهي عن حتى العجائز. قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فالتبرج حرام. نعم. طيب يا شيخ، الخروج للتمشي التنزه الأشياء هذه يعني تمشي من اللي يمنعك من التمشي؟ فهمت؟ الرسول كان يخرج ويسابق عائشة، فهمتي ولا لا؟ وكان من الذي قال إنها تجلس في البيت؟ أبدا، جلوسها في بيتها هذا أفضل، كما قالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها. لكن إذا أردت أن تخرج مثل ما يقولون تشم الهواء، تتفرج، تقضي حاجتها من السوق، تروح للمستشفى، تزور قرابتها، ما في أحد يمنعها. طيب طيب يا شيخ.